لكن هي اخطاء كتير، في اخطاء تحكيم كتير. هل ده هو ده اللي ضيع الدوري من الزمالك، ولا الزمالك ضاع بسبب اخطاء كتيره؟ الماتش الاولاني ولا التاني؟ لا التاني، اللي هو ماتش اللي هو بتاع جريش الاولاني. ما التاني ما تلعبش الاولاني. لا هو يعني من الماتشات المؤثره طبعا، لكن كان بدري قوي، انت لسه كان لسه في اول الدور الثاني، انت كان لسه في اول الدور الثاني. ما الاهلي تعادل النهارده اهو، والاهلي تعادل من يومين، يعني انت لو بتكمل كان الامور يعني مفيش حد بيفقد الامل، يعني الناس بتشتغل. ما الاهلي هم بقول لك متعادل ماتشين في ثلاث في اربع اسابيع، متعادل ماتشين ورا بعض، صح؟ ايه السبب تدهور مستوى نادي الزمالك بعد ما كثرة التدريب، كتر المدربين اللي بييجوا يمسكوا؟ ده قلته 40 مره، كلنا قلناه، مش انا لوحدي، كلنا قلناه. طب انا هقول لك حاجه، ليه الزمالك دلوقتي فيه هدوء مع ان الزمالك ما بيلعبش كوره حلوه؟ يعني كان اول السنه خلاص الناس ما فيش منافسه، كان ليه كان اول السنه الزمالك بيكسب بس الكوره مش حلوه، صحيح. كان الناس مش عاجبها والاداره مش عاجبها فمشوه. والزمالك بيكسب وما بيلعبش كوره حلوه بس الماتشات اللي فاتت في الدوري بس سايبينه، لان ده الطبيعي، يسيبه يشتغل وياخد وقته وياخد يعني عاجبني الهدوء اللي فيه الزمالك. يعني الزمالك تعادل ماتشين مع ايناسيو ده ما حدش اتكلم خالص، صح؟ وما شفناش فيديوهات حد واتغلب كمان من امتى واتغلب، ما حدش اتكلم وما حدش عمل فيديوهات بيتكلم مع اللعيبه ولا حاجه. ده الطبيعي، خلي اللعيبه تحس بالامان.